خايف من فندق الاقامه ووصول الفرقه لفندق الاقامه. وطبعا الفندق هو كولر راح معاهم برضو الراجل ده في كل بعثه. كولر ولا طارق قنديل؟ انت قصدك على طارق قنديل؟ استاذ طارق قنديل على فكره معظم اعضاء مجلس الاداره هيسافروا لمرافقه البعثه. الاستاذ محمد الجرحي برضو شفته، استاذ محمد الجرحي واستاذ طارق قنديل والمهندس غالي محمد طبعاً. سراج سراج سافر امبارح مع السيد عبد الحفيظ، والمهندس خالد مرتجي سافر امبارح. يعني طبعا انت بتوصف للناس الفندق ده هيتحول الى ايه بعد نص ساعه. لا قلعه حصينه فندق فقاعه. فقاعه احنا ثقافه الفقاعه عايشين بيها. ايوه اول ما يخش الاداره بتفرض، يعني مبدئيا هيخش يا جماعه دلوقتي هيلاقي المهندس سمير عدلي مجهز المفاتيح، كل واحد هياخد مفتاحه ويطلع على اوضته، مش هيقعدوا في اللوبي. لا الفقاعه دي بقى على مين بقى؟ أيوه. مش على الجمهور. ايوه ده على المرافقين حتى اعضاء مجلس الاداره. يعني احنا فجأة لو تفتكر ماتش السوبر قاعدين احنا على جنب كده، والدكتور محمد شوقي بس اللي مسموح له اما ينزلوا يروح له بالعربي والنحو، محدش يقرب منهم، كان محرج عليه. أيوه.